النهارده انا لما استشعر النهارده حاله داخل الصندوق وانا ابعد عنها 20 او 25 متر، طب انا هروح هقف هنا بس يا كابتن، اقف هنا بس، هرجع بس هرجع كابتن هنا كابتن هاني. الحاله دي مهمه جدا جدا كابتن هاني، ودي حاله تعليميه للحكام من فضلك لو سمحت. لا نجيب اللايف من اول خالص، لا هات هات اللقطه اللايف من اول خالص، من اول خالص، من اول خالص يا من اللقطه اللي انا فاتت. بقول أيوة دايما انا هنا اتفضل. ستوب هنا هتتعمل باص كابتن هاني، هتروح في داخل الصندوق مظبوط. حتى انت كابتن لو انت عملت اقصى سرعه عندك تقريبا مش هتبقى موجود في الحادث. يعني انت بتتكلم المسافه بتقيس. دلوقتي الكابتن جهاد جريشه ما بينه وما بين الكوره لغايه ما وصلت مواصل جوه ال 18 كان هيبقى فيه تقريبا 25 متر، 25 متر على الاقل كابتن. 25 متر في حاله تحكيميه صعبه محتاجه تفاصيل، ولو انت حتى ما تقدرش تجيب التفاصيل بتاعتها. انا معاك. طيب ربنا كرم وعندنا الفار، هنروح للحاله نشوف هنا كابتن. هنا حتى كمان هو يقول لك ستوب من هنا من هنا والمسافه زي ما حضرتك اوريدي الصوره مش موجود الحكم فيها. طيب هو على الاقل على بعد انت بتتكلم في 35 40 انا متر. هتكلم لحكامي يا جماعه، يا حكامي يا اخواتي يا محترمين، واحنا بنقول الكلام ده في المحاضرات دايما من فضلك انا هنا انت مش موجود، انت خدت قرار على اي اساس؟ بالظبط انت سعادتك خدت قرار على اي اساس؟ طب انت شفت ازاي التفاصيل ديت؟ شفت ازاي ان المدافع هو اللي نجح واديت ركنيه؟ اولا المدافع ما لعبش الكره خالص يا كابتن هاني في اللعبه. طبعا. طب انت حضرتك اديت ركنيه على اي اساس؟ بس يعني هو دلوقتي لو قسنا المسافه، لو يعني المسافه ما تقلش عن انت بتتكلم في 30 25 متر بالظبط كده، ده لسه هتروح كمان ولسه هتروح كمان الباص، هتروح للباص هو يمكن هيختفي من هنا من النقطه ديت ونلاقي نفس المسافه كابتن هاني انا اتكلمت فيها 25 30 متر. اذا انت فقدت التمركز، فقدت القرب، فقدت التفاصيل، مش مشكله. طب انا عندي هنا بص هنشوف هنا كابتن في اللقطه ديت مهمه جدا. بص يا كابتن انا هنا ستوب بس، انا عندي ثلاث حاجات في اللعبه دي كابتن هاني، وانت كنت حياتك بتلعب مدافع اتفضل. كونك انت تعمل المهاجمه ديت بيبقى في ريسك عليك انت كمهاجم كمدافع طبعا. حاجه من الاثنين، لو انت نجحت في لعب الكره دي بالشكل ده صعب جدا ان انا اخد الكره وهي في حوزه المهاجم مظبوط، وهو كمان الكره بعيده عن رجل اليمين، يبقى انا النهارده عشان اخد الكره دي بعمل تاكلينج من بره. تسمح لي اشرح لك كمدافع؟ اتفضل. انا لا انا لو اتفضل. مدافع ارجع بس الصوره، ارجع بس السنه، ارجع السنه سنه سنه كمان. انا الطبيعي جدا ارجع كمان 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 سن كمان سن ايوه بس هنا انا طبيعي لو مدافع وعايز اخد الكره انا مش هعمل التاكلينج هنا، انا هحاول امد رجليا واعمل اخد الكره من قدام من قدام المهاجم خطوه وتعمل تاكلينج بالظبط، يعني هسبق بخطوه شويه واعمل التاكلينج من قدام. لكن لو خدت الخطوه ديت انا عارف متاكد ان انا مش هاخد الكوره. هو ده اللي حصل. انا كمان كحكم لازم يكون عندي موهبه كابتن هاني، لازم اكون انا لعبت كوره كمان، ولازم كمان انا قلت ايه هذه الحاله من الحالات ان يعني محتاجه ازاي انك انت تبحث. هنروح للحاله دي كابتن. انا هنا بنقول المدافع لم ينجح في لعب الكوره ابدا، يعني هنا المدافع عمل ريسك وراح يلعب ما لعبش الكره ولعب رجل اللاعب. طب البعض ساعات ممكن يقول لك الله ده المهاجم حط رجليه، لا هات الحاله تانية بعد اذنك. المهاجم هنا ممكن انا احط رجلي امنع المدافع بالظبط من هنا يوصل الكره. هجيب في الاعاده محمد شريف هنا كابتن عمل ايه؟ رجلي راحت في نفس الاتجاه ما راحتش ناحيه المدافع اطلاقا. بص كابتن هنا انا رجلي الشمال ما منعتش المدافع من ان هو يلعب، بالعكس انا رجليا الشمال هي نازله على الارض وثابته. يعني لو قلنا النهارده لو محمد شريف عمل حركه اضافيه ودى رجله في اتجاه اللاعب منعه من ان هو يروح للكوره. طب انا هفضل معاك لو هاخد بالده ولو محمد شريف عمل كده ده في مهاجمين بتعمل كده عشان وبتاخد ضربه على كورته ويبقى ضربه جزاء بالظبط صحيحه. ما انا برافو عليك، برافو عليك. حط رجلي لو المدافع حط رجله خلاص ما هي ضربه جزاء. هقول ومعاك لان البعض يقول لك اصل ممكن رجليه تروح تمنع المدافع. لا انا النهارده انا عندي القدره على ان اعمل احوط على كورتي تمام وبحاول اقول بودين ان انا ما ابتكب مخالفه. انا هنا هروح للعبه دي يا كابتن، دي لعبه برضك من الالعاب اللي انا قعدت كده يعني قعدت بيني ونفسي انا وكنت يعني حاصل لحاله جنان. يعني هذه الحاله التحكيميه الواضحه ركله جزاء صحيحه جدا جدا زي ما قلت، جهاد ما راحش ما حكمش او ادى ركنيه. طيب يجي دور الفار. الفار هنا النهارده انت النهارده جاي بتتدخل في الحالات ركله جزاء.